كاسة نهاية الأسبوع الخميس ارتفاع في كافة المؤشرات، المؤشر اس جي 50 ارتفع النهارده 50 نقطة عند مستوى 13720. الملاحظ في الجلسة النهارده كان في مبيعات من المصريين والعرب عكس الأجانب، كان في شراء النهارده من المؤسسات. الجلسة النهارده كان في ارتفاع في قطاع العقارات وقطاع البنوك النهارده عكس قطاع الأدوية وقطاع الصناعة، كان في انخفاض النهارده. الجلسة النهارده كان أحجام التداول قربت 950 مليون، أعتبر أحجام تداول جيدة. النهارده ملاحظين في الجلسة كان في تراكم من المستثمرين المصريين بخصوص اتباع البنك المركزي. البنك المركزي النهارده في مساء اليوم هيجتمع، طبعا التوقعات بتشير ان في انخفاض 1% في بالنسبه للشهادات وبالنسبه للفايده. طبعا في بنوك عامله في مصر الاسبوع الماضي اعلنت عن خفض سعر الفايده، فده بيشير للناس ان احتمال بنسبه كبيره يبقى في خفض سعر الفايده بالنسبه لاجتماع النهارده. بالنسبه لجلسات الاسبوع، احنا بدانا جلسات الاسبوع على انخفاض في المؤشر الرئيسي، كان في اخبار سلبيه بخصوص المنطقه حوالينا. على منتصف الاسبوع بقى في هدوء في الاوضاع، ده انعكس علينا فارتفعنا مع نهايه الاسبوع. التوقعات، احنا طبعا لاحظنا امبارح كان في بالنسبه لامريكا والصين كان في اتفاق بينهم من موضوع التجاره، فالاتفاق ده انعكس ده جدا على بالنسبه للاجانب بالنسبه للسوق النهارده وبالنسبه للبورصه عامه. فملاحظين الفتره القادمه احنا دلوقتي بقينا في الفتره العرضيه ممكن نخترقها اللي هي من 13300 13320. احنا النهارده كنا حاولنا نخترقها بس احجام التداول على اخر اليوم يعني وصلنا نقطه 13820. لو احجام التداول زادت يوم الاحد القادم اعتقد ممكن نعدي نقطه 13400، دي فيها نقطه المستهدف فيها، دي هترتفع. مرتبطه باحجام تداول، مرتبطه باخبار ايجابيه، الاخبار الايجابيه مرتبطه باكتتابات حكوميه، مرتبطه بنتائج اعمال شركات. التوقعات بتقول ان اعمال شركات في 2019 اغلبيتها فيها ارباح، ده بيدي دفع للمستثمرين هم يشتروا في الاسهم عشان ياخدوا عليها ارباح وكوبونات. الفتره القادمه احنا مستنيين بس النقط العرضيه اللي احنا فيها في المؤشر تعدي، بس مرتبطه باحجام تداول تبقى ازيد من 750 نوصل مليار ومليار ونص زي الفتره الماضيه.